بس خلينا ناخد فاروق صلاح من الدوحة. فاروق مساء الفل. يا فاروق برحب بيك طبعا كابتننا الكبير الكابتن احمد شوبير، برحب بيك يا كابتن احمد، وبرحب طبعا بالزملاء الاعزاء محمد فارس واحمد اسامه، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن شوبير، حينما يتواجد الاهلي يتواجد الحدث، يتواجد التاريخ، سعداء على اللحظات السعيده اللي النادي الاهلي بيخلينا نعيشها، الاجواء والامور هنا تخليك بتشعر بالفخر بانتمائك لنادي عظيم هو النادي الاهلي يا كابتن شوبير. يلا احكي. يعني خليني اقول لك يا كابتن شوبير، النهارده الفريق اختتم تدريباته على ملعب النادي الاهلي بمدينه ناصر، مستر مارسيل كولر كلامه وحديثه مع اللاعبين ان شاء الله كلنا قد التحدي. بعد التدريب طبعا اللي يعني شهد حاله من الجديه والحماس من كل اللاعبين، مستر مارسيل كولر اعلن عن قائمه بتضم 28 لاعب للسفر والتوجه الى قطر والدوحه. الاهلي بيفتقد لجهود اربع لاعبين مميزين، الدولي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد، والمرشح لجائزتين في يعني في القاره الافريقيه كاحسن حارس في القاره السمراء واحسن لاعب داخل القاره السمراء مصطفى شوبير. اعتقد يعني اربع اوراق مهمه جدا النادي الاهلي بيفتقدهم، لكن 28 لاعب موجودين مع بعثه فريق للنادي الاهلي. النادي الاهلي انهى تدريباته ثم توجه الى مطار القاهره الدولي، ومن ثم طبعا استقلال الطائره الخاصه والتوجه الى الدوحه، الى قطر بالتحديد الدوحه. مشاهد كتير جدا بنجمعها كابتن شوبير من المطار، من لحظه وجود توافد اللاعبين، تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي انا يعني اكيد انت عارف يا كابتن شوبير بيتحامل على نفسه ويعني عايز يقول للعيبه انا موجود معاكم، كان ليه رسائل تحفيزيه للاعبين في مطار القاهره الدولي. طبعا وجود المهندس خالد مرتجي القائم باعمال نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الاستاذ طارق انديل، الدكتور محمد شوقي، الجميع بيقول للعيبه احنا موجودين معاكم. طبعا الاحاديث الجانبيه اللي بنشوفها من بين اللاعبين، وجوه لعيبه النادي الاهلي عندهم تركيز كبير جدا في هذه المرحلة، مرحلة مواجهة إن شاء الله يعني المنتظر، نواجه نادي بوتافوجو أو باتشو اللي طبعا لقائهم هيكون غدا بمشيئة الله. يعني الأحاديث بقى الطيارة كابتن شوبير بتجمع، بتشوف كده مشاهد مستر مارسيل كولر الشخص الوحيد اللي ما فيش نوم خالص على الطيارة، قاعد أمامه اللابتوب، قاعد بيتفرج على ماتشات للآلي، بيتفرج على ماتشات، بيتفرج على اللقاء يعني لبعض الدقائق كده تابعناه، بيتفرج على اللقاء اللي كان جمع ما بين بوتافوجو واتلتيكو مينيرو في نهائي كاس ليبرتادوراس، اتفرج على بعض اللقطات لنادي باتشوكا، بيحضر في انتظار فريق من الاثنين ان شاء الله. يعني الاحاديث اللي بتدور بينه ما بين يعني هيرالد جامبريلي المدرب العام او مساعد مستر مارسيل كولر في التحضير لهذه المواجهه، ياسين المكاري ودوره التحضير لمجموعه من الفيديوهات لمستر مارسيل كولر، احاديث طبعا ما بين اللاعبين، الدور الكبير جدا اللي بنقول عليه بيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب في التحفيز للاعبين. طبعا رحله الطيران استغرقت يعني ساعتين و45 دقيقه كابتن شوبير، كان الوصول اللي بيليق دايما بنقول بالنادي الاهلي استقبال الاهلي بالورود في مطار حمد الدولي. فاروق يعني يمكن احنا تابعنا كل الرحله وتابعنا الوصول ومشكورا، يمكن انت ما تابعتناش، لكنه عايز اسالك عن بكره، هل الجهاز الفني هيتابع مباراه باتشوكا مع بوتافوجو من ارضيه الملعب؟ تمرين الفرقه هيكون الساعه كام؟ هل اللعيبه هيكونوا في الفندق ولا هيكونوا في الملعب؟ الترتيبات بالنسبه للقاء الغد ومتابعه المباراه وتدريب الفريق ازاي؟ يعني اقدر اقول لحضرتك اليوم بالنسبه للفريق غدا باذن الله كابتن شوبير هيكون تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم التحرك الى ملعب الارسال اللي هيستضيف تدريبات النادي الاهلي على مدار يعني ايام البطوله ان شاء الله، استمر هنا على مدار هذه الايام، هيكون التحرك في تمام الساعه 2:30، تدريب الاول هيكون للنادي الاهلي في تمام الساعه 3:00، ثم العوده الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي، تناول وجبه الغداء هيكون في تمام الساعه 6:00، ثم طبعا المباراه اللي تكون في تمام الساعة 8:00
ده اللي هتجمع ما بين بوتافوجو وباباتشوكا على استاد 974. طبعا في تحضير من الجهاز الفني من يعني اللاعبين ان شاء الله يكونوا متواجدين في ارض الملعب، سواء الجهاز الفني يعني في تحضير ان شاء الله يكونوا موجودين في ارض الملعب، وده كان من النقاط المهمه ان النادي الاهلي حرص انه يكون متواجد علشان يتفرج على المباراه من ارض الملعب. ثم هتكون طبعا العوده مره اخرى الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي. وجبه العشاء هتكون في تمام الساعه العاشره. في بعض الاجتماعات الخاصه بالاتحاد الدولي ومسؤولي الفيفا طبعا للوقوف على كافه التفاصيل الخاصه باللبس للنادي الاهلي. انت عارف يا كابتن شوبر طبعا الاسم بتاع اللاعب بيبقى ليه يعني مساحه معينه، ايضا الاعلانات ليها مساحه معينه. اعتقد الاتحاد الدولي بيركز على هذه التفاصيل. عايز على نفس السياق يا كابتن شوبير اقول لك ان يعني طبعا موجود هنا منذ ايام لجنه الاشتراكات والعضويه بالنادي الاهلي، اقبال كثيف كبير جدا من يعني الجماهير النادي الاهلي الراغبه في الحصول على عضويه النادي الاهلي. الجميع بيتسابق للحصول على عضويه النادي الاهلي من هنا بقى لهم اكثر من 5 ايام. طبعا يعني بالاستاذ طارق قنديل رئيس لجنه العضويه في النادي الاهلي، الاستاذ محمد رمضان اللي هو رئيس لجنه الاشتراكات، الاستاذ محمد ابو عقيل، هبه عدلي، الجميع لا يتوانى طبعا في تقديم كل الدعم. محددين مواعيد طبعا من الساعه 2 للساعه 10 طبعا لاستقبال اعضاء النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي الراغبه ان شاء الله في الحصول على عضويه النادي الاهلي. يا رب يا كابتن شوبير زي ما متعودين تكمل على خير باذن الله، نقدر نحقق الانتصار في المباراه الاولى، نستكمل مشوارنا ان شاء الله باذن الله، ونكون في على الاستعداد لمواجهه فريق ريال مدريد في المباراه النهائيه باذن الله. طيب الحقيقه عندي طلب كتير، ناس بيقولوا لي شوف لنا المشجعه الاهلاويه الجميله اللي كانت بتهتف للنادي الاهلي وتحاول تجري معاها لقاء. الحقيقه وهو طلب اعتقد جميل وهي تستحقه عن جداره وعن استحقاق. هنسيبك دلوقتي يا فاروق وان شاء الله ممكن نرجع لك تاني خلال الحلقه لو عندك جديد، لكن اليومين دول احنا موجودين معاك وانت موجود معانا باستمرار باذن الله. حد عايز يقول حاجه لفاروق؟ لا طبعا بنشكره ومتالق كالعاده، يعني فاروق دينامو، يعني فاروق دينامو ده فارس. عايز تقول له حاجه؟ لا بشكره دايما ويا رب يفضل وشه خير على النادي الاهلي كده يا رب دايما. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. الناس